السلام عليكم. وصف رمضان قديروف رئيس الشيشان محمد صلاح جناح المنتخب المصري بأنه أفضل لاعب في العالم، ورحب بتواجد المنتخب المصري في جروزني استعدادا لكأس العالم. ووصل المنتخب المصري إلى الشيشان اليوم الأحد، وذهب رئيس الشيشان إلى ملعب تدريبات الفريق من أجل الترحيب بهم وبمحمد صلاح. وقال رئيس الشيشان أثناء التواجد في تدريبات المنتخب المصري: من وجهة نظري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم، كما أنه شخص مثالي. وقال أيضا: جماهير كرة القدم سعيدة للغاية أن لاعب كرة قدم في هذا المستوى يتعافى وسيكون لديه القدرة على المشاركة في كأس العالم. وتحدث عن المنتخب المصري قائلا: جروزني ترحب بالضيوف، وكل عبارات الترحيب والتحية للمنتخب المصري، أهلا بكم في روسيا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.